ماذا عن روح الفريق وتأثير ذلك على قدرتكم في الحصول على الذهبية؟ أعتقد أنه إنجاز كبير بالفعل، والمهم أن نمتلك القدرة على إكمال إنجازاتنا في المستقبل. المدرب الذي يشرف علينا منذ 4 سنوات حافظ على مستوانا الذي وصلنا إليه. لقد درسنا ما وصل إليه لاعبون في التجديف مثل ستيف ريدغريف، وهذا ما أفادنا كثيرا لأنهم حققوا إنجازات ضخمة. ماذا عن الإنجازات التي حققها البريطانيون رجالا وسيدات في سباقات التجديف؟ لقد خضنا سباقا ملحميا للغاية، خرجنا من معركة صعبة جدا للتو. لقد خططنا لتلك المنافسة إلى غاية آخر اللحظات قبل السباق. الآن لابد أن نتواضع ونضع أرجلنا على الأرض. سنبدأ بالتفكير في خططنا المستقبلية، وربما زميلي يريد أن يضيف شيئا. أعتقد أننا دخلنا التاريخ بنجاحنا هذا. سعداء لأننا نجحنا والتحقنا بزميلنا ستيف ريدغريف. بالفعل الفرق البريطانية استطاعت تحقيق مجموعة ميداليات ذهبية في هذه الرياضة. نحن فخورون لأن نكون جزءا من الفريق البريطاني. شكرا لكم.